السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله نصاوبوا فونتيلاتور صغير او لا مروحة بسيطة جدا. اذا غادي نحتاجوا فونتيلاتور قديم، كابل قديم، بارنوفيس، مقص، سكوتش. هادو هما الادوات اللي غادي نستعملوهم. كنفكو الفونتيلاتور من هذيك الحديده اللي كتكون راكبه معاه، هذوك المسامر ديجا حلولين. كنقطعو الكابل اللي لاصق فيه، كنحيدو الصفر الزرق وكنخليو الكحل والاحمر، هادو هما اللي كيبقاو. من بعد كنجيبو الكابل نفس الشيء. الخيوط الاخرين كنقطعوهم وكنستعملوا الخيط الكحل والحمر، من بعد كنركبوهم الخيوط الحمر والكحل ديال الكابل مع ديال الفونتيلاتور، كنلصقوهم مع بعضياتهم. تقريبا سالينا. كندوزو لدابا يا سكوتش، كنغلفو الخيوط اللي دمجناهم مع بعضياتهم باش ما يتقاسوش وما يديروش واحد كوكسيكركوي. كنغشيوهم مزيان بالسكوتش، ومن بعد انايا فكرت نزيد هاد الصباغه هادي غير باش تعطي نطرق هذاك لا كولور ديال الخيوطه. هذه النتيجه النهائيه، صافي. بالتالي حنا سالينا. الفونتيلاتور عندك واجد، كتستعملو في اي جهاز بغيتي غير عن طريق هداك البور USB. اون فوا كتبرونشيه كتخدم الفرفارة، كيخدم الفونتيلاتور. في اي جهاز فيه هادوك لي بور USB كيقدر يخدم. بحال البيسي انايا كنستعملو حاليا، يعني في الحاسوب ديالي عندي الكارت جرافيك كتسخن. هاد النوع هذا ديال لي كارت جرافيك عندي مفيش فونتيلاتور وكيسخن دغيا، دونك كنضطر انني هاد الفونتيلاتور هادي كنحطها من فوق منه، وكي كاردي لي طومبيراتور ديال الكارت جرافيك كتبقى 37 38 حتى 39 دوغري سيلسيوس، يعني كتبقى بارده وكيخدم البيسي مزيان. واخا البيسي فيه كارت جرافيك انتغري، ولكن انا داير هادي حيت اتش دي مي، داكشي علاش. يعني تقدر تستعملها حتى في البيسي. هاي هنايا كتهبط الطومبيراتور ديال الكارت جرافيك حيت كنت ديجا مخدمها بلا فونتيلاتور، ملي درت لها الفونتيلاتور كتهبط كتوصل حتى ل 37 حتى 38. من بعد كنستعمل، حيت صاوبت بزاف ديال لي فونتيلاتور ومبرونشيهم حتى مع الاكس بوكس عندي حتى هو كيسخن، وكندعمو بواحد جوج ديال لي فونتيلاتور من غير اللي فيه هو يعني دوريجين، يعني كنعاون فيه حيت مع كتدخلوا الغبره وكنعكز نحلو كل مره هكا ونطويه. كندير زايد ليه هنايا واحد جوج صافي وكيبقى يخدم عادي. هذه هي هادو هما الاستعمالات، وتقدر تستعملهم في حوايج اخرين على حسب البوزوان اللي عندك. المهم هذه فكره بسيطه قررت نبارطاجيها معكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.